الله يحييك. كيف الحال؟ جيتم الخير. هنا المانجا. مساء الخير. انا عاجل لاني متاخر، فهمتوا؟ خلل فني في الصوت عندي. شو العلوم؟ اموركم زينه؟ والله موجود، توني جاي قبل البارح. ولا ما تقدر تعيش بدوني. يلا يا شباب، يلا يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلي في الغرف اربشهم اربشهم. يلا مستعجل يا شباب، مستعجل. مرحبا. الله حيا. كيف الحال؟ مساكم طيبين. مساء الخير والاحساس والطيبه، مساء ما يليق الا باحبابي. مساء الحب، مساء الخير، مساء الود، مساء التقدير، مساء الاحترام، مساء الاهتمام، مساء الشباب الزينين والحلوين والرائعين والمميزين، مساء اللي احبهم واعزهم واغليهم واحب اني اكون متواجد معهم سواء على الهواء حتى خلف الكواليس. شوفتكم ترد الروح. يا مرحبا باخواني وتاج راسي. انا اليوم جايكم وعندي صحيح تاخرت كذا 5 دقائق 10 دقائق، لكن يقولون مبطى. سلام عليكم. مبطى من جاء في نفس الوقت، صح؟ اليوم عندي انا ضيوف قويين وفخمين ورائعين. اللي معهم جوالات داسينها ممكن يعرفوا الضيوف، واللي ما معهم جوالات ما يعرفونهم. وفي مفاجآت، الأساس أنهم يكونون قبلي في الحلقة، لكن تأخر بعضهم وقلت تعالوا معي. والمفاجآت راح تكون معي على الهواء مباشرة في فقرة غيمة. سلام. أتمنى من جميع المتسابقين اللي يأكلون واللي جالسين واللي نايمين واللي يتقهون يكونوا موجودين معنا حتى أن نرحب بضيوفنا بعد شوي. نبدأ. أنا على فكرة أبغى 3 كراسي 4 كراسي ممكن هنا على المسرح، وأنتم ممكن تجلسون هناك تأخذوا الكلام ذا معكم. أيوة، خلنا نرتب وضعنا لأن اليوم عندنا ضيوف ثقال وعندنا مفاجآت ثقيلة. عاونك كيف؟ هي 4 كراسي، 1 للمذيع و3 للضيوف، وأيضا الكراسي اللي هناك. يا سلام عليكم، يا سلام عليكم. الله لا يهينكم، الله يرفع قدركم ويسعدكم. عزيزي كيفك؟ مشتاقين مرة والله. ما شفتك الحلقة اللي راحت. يا مرحبا. الله حيك. شلونك؟ طيب؟ طيب. كيف الحال؟ ساك طيب؟ شلونك؟ ساك طيب. الله يرضى عليك. يا مرحبا. ما بس خلوني أنا هنا، مخرج وضعي كذا، إضاءتي كويسة، حياة حلوة. إي خلاص. حبيبي المخرج غير راضينا لأن أخروني اليوم، فهمت؟ يقول إضاءة من وجهك. زينة، الله لا يحرمني، أحلى حسين في الدنيا. طيب، صل على رسول الله. ببدأ سريع سريع وبرحب بالضيف الأول اللي راح إن شاء الله وفي دخوليته. أبغى الشباب كلهم وينهم؟ والضيف الأول صراحة هو مفاجأة لواحد من المتسابقين، مفاجأة لأحدكم. بس أبغى المتسابقين يعني يكونوا موجودين معنا، يعني مو معقولة المفاجأة تجي وهو داخل الغرفة، ما يصلح تكون باردة. أي المفاجأة الأولى صراحة لشخص داخل الغرفة، علشان كذا نبغاه يجي علشان الوضع يكون تمام. ما شاء الله عليك، انت اللي صلحت الكراسي، ما تنفع ابدا تصير مصمم ولا تصير. لا انت عشان الزاويه ذيك يا ابو سم، عشان الكاميرا هذيك تاخذهم كذا. عليك كاميرات واجد، المخرج مبدع ما شاء الله عليه، راضاني بكلمتين وانا حبيب اسامح بسرعه. قول لسحس شكرا لك. سم سلمني على سحس. مين؟ حسين يوصل ان شاء الله. محدث الكاميرا عليه خصم صح؟ لا محدث كنا. ايه صح. بس هذه تعرف حركات طارق التايب اللي ناول كذا، شوف كذا. يا طارق زين، هذه حركات واضحه. يقول ما يمديك خاطبت الكاميرا. يلا يا شباب يا متسابقين، في مفاجاه لازم تحضرون، لان المفاجاه الاولى لواحد منكم يلي في الغرف. اتمنى من الجميع يحضر سريعا وعاجلا. بسام مساء الخير. يا مرحبا. كيفك؟ ومسهلا، منور الدنيا كلها. نورك طال عمرك. الله حيك، احبك حب خاص. انا بعد هذا القلب لك يا استاذ بسام. حظك. ها استاهل ابو عشا. ما في مفاجاه لي. طيب انا والله ايش العلم؟ ارسال يقول قلبك هاي كذا. لا يا اخي ايش فيك والله؟ شلون الغيره والحسد؟ عشان قلت لك كذا ارسال مبطنه. فرح بيض الله وجهك. طول عمرك. الله من طيب القلب يا عزيزي. شوف سكتته بكلمه، كيف الذكاء؟ لبى قلبك. وانا اخوياكم ما ينفع المفاجاه الاولى هو موجود. يا ولد
تبون يا شباب ترى في مفاجآت لكم يا اللي في الغرف يا اعداد بالله هذول يخصمون عليهم اقوم عليهم يا ابو خلنا اقوم اتفاهم معهم اتفاهم معهم عندهم سماعه صح؟ زال انا عندي ما عندي الا تلطيف طيب روح نادوهم على بال هم وين؟ هنا هنا بالضبط انت هنا يلا لان في اليوم في مفاجآت حلوه خلاص خلاص مفاجآت مره قويه مره كويسه مره بتنبسطون فيها وتسعدون فيها اغلبكم صراحه فانا ما ودي ان الوقت يتاخر لان احنا متاخرين فيما فيه الكفايه قبل لا نعلن عن المفاجأة اخواني واخواتي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم فضلكم مع عمل الخير اللي احنا الان قائمين عليه في هالبرنامج اللي هو وقف بكة الخير تابع لجمعية البر الخيرية بالجديدة وصلوا الى 38% بفضل الله تحية شباب لاهل الخير الداعمين والناشرين للايتام اللي اليوم هم محتاجين وقوفنا معهم بس الله ان يكتب اجركم جميعا وان يجعل ما تقدمون في ميزان حسناتكم احنا الان معكم ارسلوا تبرعاتكم على رقم الواتساب الموجود اسفل الشاشه الخاص بالجمعيه ادخلوا تطبيق الراجحي واكفلوا الايتام انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه فانت اخوي واختي مرافقين مع حبيبي وحبيبكم وقدوتي وقدوتكم محمد صلى الله عليه وسلم اذا كفلتوا اليتيم سهم الفرد ترى 300 ريال تخيل 300 ريال تشتري نفسك وما بمالك اللي هو مال الله قبل لا يكون مالك في الجنه وترافق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنه ويا كثر شوقنا له عليه الصلاة والسلام وضمان الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى ثم بالإنفاق على هذا اليتيم اللي محتاجنا رحت تطبيق الراجحي جهة خيرية ثم لجمعية البر الخيرية الجديدة اكتبوه في البحث فوق ثم أيقونة وقف اليتيم عدة أيقونات أبغى أيقونة وقف اليتيم ضغط عليها واكفل سهم الوالدين 600 ريال الأسرة 900 ريال كفالة المتر المربع 2400 ريال كفالة الشقة 250 ألف ريال أو بأي مبلغ أنت تتبرع فيه تراكب تكفى الأيتام في وقف داخل حدود الحرم مدى الحياة وفضل الصدقة أنتم عارفينه ارسلوا الإيصالات وخلونا نقرأ تبرعاتكم بعد قليل إن شاء الله طيب أبعلن عن المفاجأة الأولى ويعذرني الشخص اللي وين زملائكم الغرف ولا بيطولون المشكلة المفاجأة الأولى مختصة بواحد ولا أعلن عن المفاجأة الثانية أعلن عن المفاجأة الثانية على ما يجي طيب خلوني وإياكم نرحب بالضيف اللي منورنا اليوم هو ضيف الفقرة وهو من أساتذة الشعر المبدعين المتألقين الرائعين وهو شاعر فحل من فحول الشعر العربي والنبطي تحديدا رحبوا معي بالشاعر محمد التوم سمعونا تحية له خادم البيت ايت يعيش سلمان الحزم خادم البيت ايت العاهل اللي للصعايب تبسم أسم. ما يبطش الا في صفوفه الطواغيت كم صف لا شمر ذراعه تقسم سياسته بين الدول جالها صيت وضربه على كبود العادي موسم واللي يبي يسوي علينا يبى الفيت وانه على عروش السياده ترسم افعالنا قدمه ما تحتاج تثبيت من الربوعة لين حد الموسم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بشاعرنا الشاعر الجميل المتألق محمد نزوم اليوم فخورين بتواجده معنا على الهواء مباشرة في قناة بداية الفضائية وفي برنامج الاستديو وتحديدا في فقرة غيمة يا هلا وسهلا ومرحبتين وحي الله نور العين تبقى يلا حي هلا ابو عشق يلا حي كيف الحال وشلونك احمد هلا خليهم يجون شاوري داخل كيف الحال شلونكم عساكم خير يلا حيهم كيف الحال شاعرنا حياك الله وبياك تسلم اجعل الجنه مثوانا ومثواك امين اجمعين يا مرحبا يا مرحبا نورتنا والسلام مبارك تسلم يجعل عمرك طول طيب نرحب بالضيف الاخر الضيف الاخر من ضيوفنا الغالين والعزيزين علينا وهو منشد رائع صاحب صوت عذب ومميز وهو في الحقيقة مفاجأة الواحد منكم بس أنا بحرق المفاجأة ده المتسابق مو موجود لأن المتسابق اللي معكم يعتبر أبو المتسابق خالد ضيف والد المتسابق خالد ضيفنا اللي هو منشدنا الجميل وابن المنشد الكبير اللي مشرفنا دائما في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي
ضيفنا اليوم هو فهد بن الشايع العيافي، سمعونا تحية لفهد. صفو الهوى وطيب الوفاق عز حتى السلام عند التلاقي، عز حتى السلام عند التلاقي، إثر خير يوم سماح وقتك بالوصال، يا قايد الريم الغنادير شوفتك والله تسعد الحال. مساكم الله بالخير جميع. يا اهلا وسهلا، حياك الله منشدنا الجميل والرائع والمميز فهد العيافي. تفضل استريح محمد، استريح فهد، الساعة المباركة. نرحب سلمان بن ملهي، والد سلمان بن ملهي خال منشدنا فهد العيافي. كنا نتمنى انه مفاجأة سلمان بس ما حضر معنا، فيستاهل ان حرمناه هاللحظة الجميلة. طيب اما ضيفنا الثالث فهو من المميزين والرائعين واللي عندهم رسائل ايجابية مميزة، وفخورين اليوم انه يكون معنا بحسه الجميل وبرسائله التوعوية الرائعة والمميزة. رحبوا معي بالشيخ فلاح العاصمي، تحية له. رحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. الرجال ذا وهقنا، لا عندنا صوت زين ولا عندنا قصايد، لكن عسى الله يجمنا عندك. يا مرحبا. يا مرحبا شيخنا، حياك الله. عندك الكلام الزين. عندك الكلام الزين، قال الله وقال رسوله. الله يحييك يا شيخ فلاح والساعة المباركة. احنا كان لي ترتيب على اساس فهد ثم الشيخ ثم محمد، لكن كسرها سلمان فغيرنا الخطة وبدلناها. حياكم الله من جديد، هذا اللي ضيوفنا مشرفيننا ومنوريننا، والمفاجآت اليوم مستمرة وكبيرة جدا جدا جدا. في مفاجأة ممكن لثلاثة المتسابقين، في ناس داخلين علينا بعد شوي راح يسعدونهم ويمتعونهم، وأعرف راح يدخلون عليهم الفرحة والسرور لأجل حضورهم اليوم على الهواء مباشرة. للأسف أنه واحد منهم أو اثنين ممكن موجودين الآن، فراح ينحرمون لذة أنه يدخلون وهم موجودين، فيا أما الإعداد يرتبون معي يا أما نحرمهم الدخول معنا لين يكون المتسابق موجود، أو أن ندخلهم بدون المتسابق. يعني هذا الموضوع زبد يعني من الآخر، فعطوني القرار. طيب حياكم الله من جديد. رحب شاعرنا محمد. يا مرحبا، حياك الله. يا هلا، سعيدين فيك. انا اللي اسعد طال عمرك. ومرحبا ترحب المطر. والله انت يا ابو عبد الله من الاعلامي من الاعلاميين والقامات الاعلاميه اللي يحترم الشاشه ويحترم الجمهور يا حبيبي، وكذلك يحترم اللي معه ويحترم الضيوف اللي معه، ومتشرف كذلك اني معك، اني مع المبدع اخونا اللي يعني هو يدري اني انا شهادتي في مجروح اللي هو فهد العيافي، واخونا الشيخ فلاح العاصمي. الله يجعلنا ان شاء الله وياهم ان شاء الله من اللي يجتمعون في الفردوس الاعلى ويشربون من حوض النبي عليه الصلاه والسلام. امين. وش زي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله وقال رسوله. الله يحييك. البيتين اللي قلتها قبل شوي بسنابي ابي اسمعها كذا كتغريده في البدايه. ابشر. هذا يا طويل العمر هي يعني انا اعتبرها قاعده حياه عندي انا بالنسبه لي. حلو. يقول لا تفكر في تفاصيل الأمور، لا تفكر في تفاصيل الأمور، عش حياتك واجعل لوقتك طعم، المهم اسمك لجا بين الحضور كل ما يذكر يقولون ونعم. يا سلام. الله يعافيك. بيض الله وجهك شاعر جزل وجميل وحضورك دائم مشرف والله. الله يطول عمرك. شيخ فلاح، أنا انت يمكن الاكبر عمرا بينهم ولا اشوف في شيب؟ لا صبغه هذا ديزاين جديد. اي هذا ديزاين جديد. مرحبا بك يا شيخ فلاح، الساعه المباركه والله حضورك اليوم. الله يبارك فيك يا رب، مبسوطين فيه. اليوم انت على الهواء في قناه بدايه، ودائما الاعلام لما يحضر الشيخ فلاح او غيره من الناس اللي نحسبهم والله حسيبهم اكيد انه يفرح لاجل شيء. وش هالشيء؟
أول شيء أنا أقول لابد أن نعرف شيء واحد، إحنا دائما يروج لنا شيء خطأ، إحنا للأسف اقتنعنا به وصدقناه أن وسائل التواصل الاجتماعي أو القنوات كلها فساد وكلها مدري كيف، مو بصحيح الكلام هذا. منهم يختارون نخبة من الشعراء، منهم يختارون نخبة من المنشدين اللي ينقلون صورة حادثة وينقلون شيء حلو، ومنهم أنهم يجيبون بعض الدعاة وبعض المشايخة ويستقطبونهم لو أنها فاسدة كما يظن البعض، مو محتاجين لهذول أصلا. جميل، الله ينفع بك. طيب أنا بسأل المخرج بس سؤال، الضيوف الآن شكلهم كذا كويس ولا كأنهم راكبين ديتسن غمارة؟ ما أدري أنا، كأنهم بيدنة صح؟ والله ما أدري، الشكل زين على الشاشة ولا مو بزين؟ حلو، إيه خلاص أنت المخرج وأنت المسؤول عن النظرة الفنية. طيب فهد يا اهلا وسهلا فيك. فهد انا ابغى في البدايه كذا تشعل الدنيا، وابغى منيب مهندس الصوت الرائع يعطينا الصدى والسماعات الرائعه. هذا سلمان بلهي ولد خارك حضر مؤخرا. شلونك؟ حرمنا لذه اللقاء الممتعه والجميله. مرحبا ومسهلا. مرحبا ومسهلا. الله يبقيك. مرحبا الله يحييك يا سلمان. والله ايش حالك؟ خير جاكم خير. ربك طيب. حياك الله يا سلمان. الله يبقيك ابو عبد الله. استقبلتني عند الباب رحت وخليت. رحت صحي النايمين لاني سفير الوقف. سفير الوقف صحي النايمين. الله يجزاك خير، جعلني في الذمه. طيب فهد لبيك، ابغاك تطربنا، ابغى الدنيا تشعلل، وابغى السبيكر يا منيب، ترى صوت الشعر قبل شوي كانه ضعيف شوي. اطربنا. حلو خش يقول تسلم. أنت لا تتهمني بشيء وأنا بريء، من يشكك بحبي لك كذب وافترى، وين بتروح من ربي يا كسر ظهري، يا حياة الشقا ولا حياة الزرا، أحسب أني على حقي قوي وجري، لين شفتك تعمى وانت عينك ترى، وانت عينك ترى كيف قساك وقتك وانت عظمك طري، وش صار في غيابي كيف يا هل ترى، كيف يا هل ترى. سلامتكم. من اللي يشارك اليوم؟ عند سلمان ولا معجب؟ انا اسمع الصوت بس ما ادري من مين. سلمان هات فضل يا سلمان. هذا من استغلال. ها سلمان ايش تقول؟ يستاهل اقول له 2000 نقطة. يستاهل 2000 نقطة من فهد ولا انت؟ سم؟ اللي لا لا هو عني يعني بالنيابة عني. لا انت متأخر كذا ما ينفع ولا نقطة انت. طيب المفاجأة يقولون جاهزة وننتظرها ان شاء الله ونعلن عنها لواحد المتسابقين، جاهزة ولا شوي؟ طيب يقولون دقيقتين، علموني من هم بالضبط. اي رتبوا معي. طيب شاعرنا الجميل والرائع محمد ابي قصيده انتشرت انتشار كبير باسم محمد ودارت بين الناس، لكن الناس ما يعرفون انها لمحمد التوم، يا اما عن طريق شيله، يا اما في المجالس لو بيتين، يا اما أو قصيدة تحبها أنت ودك إنك اليوم تقولها. والله القصيدة اللي انتشر واجد، لكن فيه اللي يقول على كثر ما نحسن الظن ويخيب، على كثر ما نحسن الظن ويخيب، في كل يوم نطيب أكثر من أول، وإذا دخلنا شك في نفوسنا عيب، الرجل دون اسمه ونفسه مخول، وللمرجلة كانه معدل مراقيب، على الأقل أما رقى لا يحول، ومن عايش الواقع وخاض التجاري بيحط للرديان حضرة التجول، لأن الردي لو كان يملك أساليب وعند السياسة في فنون التسول، من وين ما جيته تحصل عذاريب، وعلاقته للمصلحة ما تطول، وحنا ترانا نعشق الطيب والطيب، ما له مع الأيام نقطة تحول، والله ما حنا بحاجة الترتيب، أيات ترتيب نجي فيه الأول. يا سلام يا سلام يا سلام، صح لسانك والله صح لسانك.
يا سلام يا سلام، صح لسانك ولا في الضفوف والله يا محمد. الله يجعلنا وياكم من الأول. شاعر جميل. طيب أنا ببدأ مع المفاجأة، وهي مفاجأتين نبغونها في وقت واحد، إيش رأيكم؟ ولا واحد واحد؟ هاي إعداد، أنا أشوف واحد واحد. تأكد شغل جملة ما ينفع، لازم خلنا نشوف ردات الفعل يا إعداد، إيش دعوة تحرقون المفاجآت اليوم؟ نفسياتكم إعداد تعبانة صراحة. واحد واحد، يلا واحد واحد، أخيرا اسمعوني، بيض الله وجهكم. طيب وينه؟ أنادي عندي أفضل ولا تخلونه مكانه؟ يلا تفضل يا في مفاجأة قادمة لنجم النجوم برنامج الاستوديو اللي هو المتسابق بسام عشق. تعال عندي، تعال تعال، مفاجأة بسام. تعرف المفاجأة وش هي ولا ما تعرف؟ والله ما أدري صدق، بس مفاجأة أكيد حلوة. تعال عندي هنا، تعال تعال. بسام عشق ومفاجأة قادمة له. أغشش عادي يا أبو؟ لا لا ممنوع ممنوع. لا بيسمح إن شاء الله. سلمان ملاهي حرق قبل شوي مفاجأة ولد خاله في هذه العيافة. تبي تحرق يا محمد؟ أدري يوم يوم الحرق العالمي. يمون أبو غازي يمون. طيب مفاجأتنا اليوم لبسام عشق، شغلوا الشاشات ولا بيدخل مع الباب؟ ولا يدخل علينا مع الباب؟ يلا بسام، هذه الشاشة أمامك، أنا مفاجأتك اليوم بسام. الله يا نحبي يا نحبي يا نحبي يا مرحبا يا نحبي يا مرحبا يا هلا يا هلا يا هلا. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يا مرحبا يا مرحبا ارحب 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 ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظهم ويبارك فيهم يا رب. يا مرحبا، يلا حيهم. طبعا هذول ابن اخي انا خالهم. يا مرحبا يا مرحبا، وليد ابن اخي والماسة وابن بنت اخته. يا مرحبا ولد يا مرحب. اخوه اعتقد كما ذكر، الله يحييهم. عاد ولد اخوك يشبه ولدي يا عبد الله، الله يحفظه ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظهم ويبارك فيهم ومرحبا بهم. ترى حيون المطر، عطنا شيء عاد هذه العيافه يسمعنا شيء يا مهندس صوت، قصر الصوت. ترحيبيه ترحيبية. سلام ورحمة الله، أرحب الله حياك. شلونك؟ طيب هلا بالقمورة العسولة. كيف الحال؟ لا تستحين عادي، كأنك في بيتك. شلونك؟ طيبة؟ بسم الله عليك بسم الله عليك. قولوا ما شاء الله تبارك الله. الماسة وأنت يا الماسة، والله يحفظك الله يحفظك ويبارك فيك. فهد العيافي رحب بضيوفنا، يلا عطنا شيء ترحيبي. يلا شباب تفاعل مع فهد، يلا دقيقة. أنا قلت فهد العيافي يا ولد خالة. مرحبا بالغالي اللي تغيب مده، مرحبا بالغالي سقت له فنجالي من يوم جاني رده، سقت له فنجالي. مرحبا بالغالي اللي تغيب مده، مرحبا بالغالي سقت له فنجالي من يوم جاني رده، سقت له فنجالي. ما شاء الله تبارك الله، ابن اخي الماسة ووليد اخوها، والله انها بركة الساعات وانها اسعد فرصة وأسعد مفاجأة. سهل يا بسام، الله يبيض وجهكم ولا يهيك. سهل ما شاء الله تبارك الله، اذكر الله وقول لا إله إلا الله حتى يطمئنون أهلهم من خلفهم، وكلكم فيكم الخير والبركة. بسام عشق بنت أختك وولد أختك صح؟ إي نعم. ما شاء الله تبارك الله، اليوم حضروا لك في مشاعر خاصة عندك وفي داخلك، وش والله إني ما أقدر أعبر في المواقف ذي، أنا والله ما أجيد التعبير الصراحة، لكن والله أنها أسعد الليالي وأسعد الفرص، جيتهم وجيت النشام هذولا، والله انها من ليال العيد الليله. الله يطول وانها عمرك. اسعد ليله عندي. الله يسعد ايامك. والماسة واخوها يوزعون الورد، وهم اصلا الورد اليوم طبعا هنا جايبين صح والله، جايبين حلا كاتبين عليه مبروك التاهل للنهائي يا نجوم الاستديو. ما شاء الله ما شاء الله، وحاطين
حاطين كل واحد فيكم له حلاوة خاصة عليها اسمه باسمه. لا أحد يأكل اللي ما عليها اسمه، لا أحد يقربها. بس ها؟ استريحوا عندكم. وين كاميرا المخرج يا وجه هاي كاميرا هو معك، وجه هاي كاميرا. قرب منها، قرب منها يا بسام، قرب منها. هذه اللي قدامك ايوه سام. لا دقيقة اتوقع ما يدي. يا هلا يا هلا، دقيقة خليني اصورك سناب دقيقة. ايوه هذه الكاميرا، هذه الكاميرا خليك دقيقة. طبعا هذه مبروك التأهل للنهاية نجوم الاستديو، كل حلاوة عليها اسم واحد. شكرا شكرا. لا أحد ياخذ اللي عليها اسم عشان ما تفهم. موجود موجود. لا 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 اسمك 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 فقط. هذا حب واحد المتسابق تقتل بيجيهم رزقهم. شكرا يا بسام، هذا حب وتستاهل والله هالمفاجأة الجميلة. وأنت نجم ورائع ولا بقصور في حق زملائك كلهم، ولكن أنت رائع وتستحق اليوم يكون في مفاجأة. طاقة حلوة إيجابية للأيام القادمة المتبقية، والمفاجآت إن شاء الله أجمل. من هذا المنبر أحب أشكر إدارة قناة بداية، الله يعطيهم العافية وبيض وجيههم، دائما يحرصون على المبادرات اللي تسعدنا، ولا يستغرب منهم العلم الطيب. والله يبيض وجيه. أشكرني أنا، لا تشكر الإدارة. بياض الشاش ويبيض وجهك أنت. أيوة. فقرتك دائم غيمة على اسمها مثل هتان المطر، ما تجيب لك العلم الطيب. يا حبيبي شيخ فلاح، الشعور والمشاعر اليوم بسام، وش تقول عن حضور بنت أخته وولد أخته؟ أولاً أقول أحياناً شباب الصوت ممكن الصوت رجاءً. أحياناً 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 تلخبط المشاعر، وهو قالها يقول أحياناً ما يقدر أحد يعبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما استقبل أخته من الرضاع دخلت من عند الباب، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وفرش لها رداءه وقال اجلسي. فإكرامه وتشريفه وتعظيمه لبنت أخوه أو بنت أخته ولد، هذا دليل على حسن خلقه معهم وحسن تربيتهم. الله يوفقنا وياه. الله يجزاك خير. شباب ممكن ممكن يا شباب بسام وزع الأهنت هذه واستريح، لأن الصوت عالي عندكم ما نسمع صوت الشيخ. معلش استريحوا استريحوا. طيب في مفاجأة أخرى قادمة كذلك لأحد المتسابقين، الله يعينك علينا. مفاجأتنا القادمة للمتسابق عايض الحارثي. أول ما نشوفه تفضل عايض، أول ما نشوفه على الشاشة فهد العيافي. رحب بضيوفنا، تعال عندي عايض هنا. يلا يلا تفضلوا تفضلوا معناهم على الشاشة الآن. إخوان المتسابق عايض الحارثي، رحب يا فهد. يلا يا مرحبا يا مرحبا، ترحب المطر. الله يحييكم. مرحبا ومسهلا. اخوان المتسابق عايض الحارثي منوريننا ومشرفيننا، والله يحييهم ومرحبا ترحيب المطر. سمعنا يا مهندس الصوت حتى يستقر الوضع، سمعنا شيء من عندك. سمعنا الحارثي. اليوم المفاجأة، عرفنا عليهم أسماءهم. هذا حسام بن علي بن عايض أخوي. عليكم زود. هذا محمد أخوي بن علي. والله أني انصدمت، كانوا في الديرة ما أدري إيش اللي جابهم، لكن إيش اللي جابهم. والله مشاعر عندك زي العسل، لكن بيض الله وجه الإدارة وبيض الله وجهكم، ما قصرتوا والله يسعدكم إن شاء الله. والله ما أدري إيش أقول.
طبعا اليوم جابهم الحنين والشوق يا عايض العايض اخوهم اللي مشرفهم ومنورهم دائما في البرنامج وفي كل حين. اسماءهم الاسم الاول محمد بن علي وحشاء. محمد ونعم فيهم كلهم اخوانك صح؟ الله الله ونعم. محمد بن علي ناظر فيني شلونك؟ الحمد لله بخير. مبسوط اليوم بزياره عايض البرنامج؟ اي والله مبسوط. وش تدرس يا محمد؟ داخل ثاني متوسط. ما شاء الله تبارك الله. وش عندك من موهبه؟ شعر انشاد؟ لا ولا احدى. قصيد ولا تمثيل؟ ها قصيد تمثيل. تمثيل شوي. طيب عايض عايض يقول ايش جابكم؟ ايش جابكم اليوم؟ انا منصدم منصدم انهم جاوب. جاوبني يا محمد انا ابغاه يجاوب. عايض يقول ايش جابكم من الديره؟ جينا عشان نحفزه خليه يوصل الاول ان شاء الله. ابو يا معلم. طيب اخوك الثاني اسمه حسام. ونعم يا حسام. حسام فرحان اليوم انك شفت عايض؟ والله فرحان. عايض ما يضيق صدرك على الهواء ببروده بنومه؟ صدق صدق بنومه. نومه يعني انت معترف بالامر هذا؟ ها معترف انه ينام كثير؟ ينام كثير. ايه طيب اللي ينام كثير ممكن يوصل المركز الاول ولا العاشر؟ وان شاء الله المركز الاول. كيف المركز الاول؟ نايم الحين. ما نرضى الا بالاول. ابشر الحين ما نرضى الا بالاول. كفو كفو كفو. طيب فهد العيافي سمعنا شيء ترحيبي طلبنا منك تاخرت عليه. يلا يا مرحبا ترحيب تنشان هاشان ترحيب تن لهل الوفا والنال. يا مرحبا ترحيب تنشان هاشان ترحيب تن لهل الوفا والجمال. سلام سلام عليك. سلام عليك. سلام عليك. طيب الماسة أنت معك المايك أنا بسألك سؤال. أوكي أوكي. بسام هو خالك صح؟ إيه. تشوفينه في التلفزيون كثير؟ إيه كثير يعني. تشوفين من بداية البرنامج لنهايته؟ إيش؟ تشوفينه من بداية البرنامج من أول ما دخل إلى اليوم؟ إلا دائما دائما. وش اللي يعجبك في خالك؟ إنه ما عنده خصومات كثير. يا سلام. حلو. طيب بسام هل تعتقدين انه بياخذ المركز الاول؟ ان شاء الله. يعني انت تشوفين انت مشاهده متابعه البرنامج صح تشوفين في احد افضل منه ممكن ياخذ؟ ولا هو ان الأول؟ شاء الله هو المركز الاول. حلو. عندها مشاركه. عندها مشاركه. طيب بسالها بعدين اجي مشاركتها. من المتسابقين اللي تشوفين انه يستاهل الاول مكرر؟ والله كلهم يستاهلون. وأول شيء أنا بارككم على وصولكم للنهاية. وعقبال المراكز الأولى. الله يسلمك. ما في واحد ما في واحد ودك يكون المركز الأول أو الثاني مكرر؟ إن شاء الله إن خالي المركز الأول. والثاني؟ ما أدري. لا قولي عادي ما راح يزعلون. لا. معجب. معجب القحطاني. ما شاء الله تبارك الله. الله يخليك. طيب يلا يا الماسة خالك يقول عندك مشاركة اللي بيسمعها. مشاركة؟ قولي عادي. بسم الله عليها وما شاء الله تبارك الله. يا ويل حالي كل ما قالوا يا ابو عشق تحب تزوع روحي زوع روحي جاتها سكراتها. ارجع الموضوع الاول والسبب حالي سهب جات القصيدة تتحم وانا بصف ابياتها شاعر وحب الطيب والجدل كذا بلا سبب ونقدر اللي في المواقف من ثنتها قواتها. بعض العرب والله لا خليهم على دربي مطب كلش ولا بعض الرخوم اللي تطول اصواتها. واللي هذا محقوق خلق الله هذا قليل ادب ما ينهضم حق الرجال وما تنجح دكواتها. سلام سلام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شاعرنا محمد التوم قصيده سمعتها ايش رايك؟ والله ونعم وصح الله لسانك يا الماسة وصح الله لسان خالك. هذه قصيده قصيده بسام بن عشق ما شاء الله. اي وهذه يعني ما يحتاج مشهورة عائلة شعرية. عائلة شعرية والقصيدة مشهورة يعني ما يحتاج وصاروا الناس يشغلونها على كل شيء. ما شاء الله. اي والله صار واحد يتهاوش مع خويه الحين بعد صوى. الله يطول عمرك. أيوة ابو غازي ما نجي ابو عشق يستاهل الانتشار ويستاهل ما نجي من بعد. أيوة الله يطول اسم عمرك. وشعر زين لا هو لا زملائه وكل شيء وراس طيب ورجال يستاهل. عليكم يستاهل. ما عليكم زود جميع الله يطول عمرك. تستاهل يا بسام. هذا اعتز فيها ابو غازي الله يطول عمرك. تستاهل يا ابو. هذا اليوم بعض مفاجاتنا وان شاء الله يكون القادم اجمل باذن الله. ان شاء الله. ومنورينا اللي حضروا معنا وفي مفاجاه بعد قادمه لسه ما بعد اعلنا عنها
فترقبوها. بس خلوني ارجع، نبغى اليوم ننبسط مع ضيوفنا شوي، ولكني ابغى اذكر اخواني واخواتي المشاهدين والمشاهدات في المشروع الخيري اللي احنا قائمين عليه. البرنامج تبقى عليه تقريبا حول 20 يوم، وصلنا 38% في وقف داخل مكة المكرمة، وقف اليتيم بكة الخير تبع جمعية البر الخيرية بالجديدة. جزاكم الله خير، انا تكلمت بداية الحلقة، والان الجمعية ارسلوا لي بعض من تبرعاتكم وايصالاتكم لصالح اليتيم. يعني يكفي انك مع الرسول في الجنة كهاتين، اشار بالسبابة والوسطى، فانت مرافق معه عليه الصلاة والسلام. الان خلونا كلنا ندخل تطبيق الراجحي او الباركود اللي اسفل الشاشه، صور وادخل وتبرع. وانت لما تتبرع تراك انت تتبرع لله، والله بيضاعفها لك، والله بيحميك من المرض وبيحميك من الكوارث والمصائب وكل هالاشياء اللي ممكن انت تخاف منها من هالدنيا، فلا للتاخير مع عمل الخير. شيخ فلاح، وقف اليتيم بكه الخير داخل حدود الحرم تبع جمعيه البر الخيريه بالجديده، وش تقول للناس؟ والسهم 300 ريال بس. أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. ترى النفقة اللي أنت تقدمها اللي أنت تحطها ترى مهب صدقة للفقراء والمساكين أو الأيتام أو اللي، ترى هي لك في الأخير. الله تعالى يقول إن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إن أحدكم إذا تصدق، معنى الحديث بصدقة، من كسب طيب فإن الله يربيها إلى صاحبه حتى تكون كالفلو. معنى الفلو أنه كالحصان الكبير أو كالفرس، ثم يعطيه إياه يوم القيامة. فأي عمل تفعله سواء من صدقة فإنه يكون لك، واحرص كل الحرص أن تكون هذه الصدقة خبيئة بينك وبين الله لا يعلم بها أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان أو من يستطيع أن تكون له خبيئة عمل فليعمل، سواء من صدقة، سواء من عمل صالح، من قراءة قرآن، من سنة. ترى مو بلازم الخبيئة أنها تكون بناية دار أيتام أو بناية مسجد، حتى لو بالثلاثمائة ريال هذه تخليها خبيئة بينك وبين الله ما أحد يعلمها، ترى هي خبيئة عمل صالح، ويجوز أن تدعو بها. يعني إذا جاتك مصيبة تقول: يا رب بصدقتي في ذلك اليوم أن تنقذني من هذا الموقف، أن تعينني على هذا الأمر، وبعينك الله جل وعلا بإذن الله. يا سلام يا سلام، جزاك الله خير. وأنا في هالمناسبة اليوم ضيوفنا اللي شرفونا ابناء بنت وولد، أخي لخبط، خالهم بسام، خالهم أيوة، وكذلك أخوان عايض، وكذلك الضيوف المفاجأة القادمة اللي راح تجي، وضيوفنا والشباب وعن والدي. راح الآن أدخل تطبيق الراجحي مباشرة سريع سريع، وأتبرع وأنفق عنكم جميعا وعن ضيوفنا وعن والديهم في جمعية البر الخيرية بالجديدة. اتجهت إلى جمعية خيرية في التطبيق، ثم بعدها اكتب فوق جمعية البر الخيرية بالجديدة، شيء عملي قدام العين. ثم بعدها يجينا أيقونات كثيرة، من ضمنها أيقونة وقف اليتيم، واضغط عليها ثم شارك وأتبرع بما يكتب الله سبحانه وتعالى عمن ذكرت أسماءهم قبل قليل، وكذلك لمن هم خارج المملكة العربية السعودية أحيانا يبغى يتبرعون لكن ما في استطاعة بنياتهم. أسأل الله أن يكتب الأجر للجميع، فهذا العمل خير لنا كلنا يا جماعة. ودي كلنا من الآن نشارك، سنقرأ بعض من تبرعاتكم وأسماءكم على هواء مباشرة، لعل الحضور شيخنا وضيوفنا والحضور والسادة المشاهدين أبائنا وأمهاتنا أخواننا وأخواتنا يدعون لكم فيستجيب الله سبحانه وتعالى، فتكونون سعداء في هذه الدنيا بعمل الخير. في كل برنامج بفضل الله نكمل وقف وقفين لأيتام، تدوم هذه الأوقاف 10 سنوات تقريبا وحنا في هالمشاريع، تدوم هالأوقاف والأيتام مستفيدين منها والمحتاجين. اليوم حنا معنا هالوقف مكملينه شئنا أو أبينا، لأن الله معنا وعارف نوايانا بأن هذا عمل خير مصرح مرخص، كل شيء مراقب. فأنت راح تنفق على ناس محتاجين لهم الأيتام، وقف اليتيم بكة الخير لجمعية البر الخيرية الجديدة بانتظار دعمكم، فلا تحرموننا ولا تحرمون أنفسكم الخير، أسأل الله أن يكتب أجركم جميعا. طيب إذا جهزت المفاجأة علمونا إياها. طيب خلونا نأخذ قصيدة من شاعرنا، وكذلك موال، ودي موال يا شباب من فهد العيافي كذلك، لا خلوها بعد دقيقتين بس تكرما، أبغى أخذ من ضيوفي شيء ما أخذنا منهم شيء اليوم. يعني بيتين عن الوقف. طبعا الصدقة يا أخوي لو الواحد يدري ببركتها في حلاله وفي ماله وفي عياله ما يتأخر عنها دقيقة واحدة. صحيح. وهذا شيء لله سبحانه وتعالى، والله لا وصيتوني ولا قلتوا لي تكلم عن الوقف. جزاك الله خير. أي والله، لكن يقول بيتين في الوقف بسمعكم قصيدة، يقول: يا ابن آدم الله ما يخيب سؤالك،
ولا بينك وبين السما حاجز وسقف، كان اكتب بركته تحل بحلالك، ضع لك جزء من دخلك الشهري بوقف. وسلامتك. يقول وين آدم سميث وأفلاطون وين الدهاه، وين آدم سميث وأفلاطون وين الدهاه، محتاجهم يرجعون الحين يا مسلمين. اي والله اني نويت احدد الاتجاه، بجدد الفلسفه بالشعر والله يعين. والشاعر الفذ شعره من حظوظ الرواه، لصار ما يبدع الا كل در وثمين. وبيوتنا كان هي ما هي تشد انتباه، ولا تخلى الجبال الشم ترجع طحين. والله لصدر لها هالحين مشهد وفاه، ان كان ما هي تعطر مسمع السامعين. كم واحد فارغ في شعره ومحتواه، براق صيفية ما يجذب الناظرين. حنا نعرف الثقة واللي محط اشتباه، خفيف الناس ما ينزل مكان الرزين. واللي اعلنوا جسر لندن طاح عبر القناة، وش دخل الروس تحزن دام عايش بوتين. من برمج الفكر وإعداداته بلا أداة، من غير عقولكم ويسار صارت يمين. يا مسلمين اتقوا ربنا بعالية سماه، إبليس في كل يوم مجهز له كمين. والمرجلة دين وولها فروض الصلاة، ما انتهى برجال لا منصار ما فيك دين. وسلامتك. الله الله وسلامتك. برجال لا صار ما فيك. والمرجلة دين، وعليكم زود وصحة الأبدانكم. والمرجلة دين وولها فروض الصلاة، ما انتهى برجال لا منصار ما فيك دين. اللي ما في دين وش تبابه. الله الله الله. صح لسانك. أبو روح للشيخ دام اسمح لي يا فهد، على طاري الصلاة رسالة في الصلاة. مهمة جدا. بعض الناس ترى يلخبط يقول والله أنا عندي ذنوب، عندي معاصي، عندي تقصير، عندي عندي عندي، ثم يشمل معها الصلاة. حتى ولو بلغت ذنوبك عنان السماء، حتى لو عندك من الكبائر ما الله بها عليم، إياك ثم إياك أن تترك الصلاة. لأنك إذا تركت الصلاة معناها أنك قطعت الحبل بينك وبين الله. معناها لو قدر الله مت وأنت تارك لهذه الصلاة، ترى معناها أنك خالد مخلد في النار. معناها أنك مع أبو لهب، مع أبو لؤلؤ المجوسي، مع أبي بن خلف. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فانتبه كل الانتباه، حتى لو كانت عندك من الذنوب ما الله بها عليم، عندك كبائر، عندك مصائب، عندك اللي عندك، إياك ثم إياك أن تترك الصلاة، لأنها هي الصلة بينك وبين الله. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي في الحديث يقول إن للصلاة نور، ومن ترك الصلاة معنى الحديث فما جعل الله له من نور وجمعه مع أبي بن خلف، يعني جمعه خالد مخلد في النار. أن تخيل معناها لو لا قدر الله مت وأنت لا تصلي، ترى معناها ما يجوز أهلك آثمين أنهم يتصدقون عنك، آثمين أنهم يدعون لك، آثمين أنهم يدفنونك في مقابر المسلمين. فالحذر كل الحذر، وفقنا الله وإياكم. جزاك الله خير، بيض الله وجهك. طيب جهزونا المفاجأة على مبال ناخذ موال من صاحب الصوت العذب والجميل. أنا صراحة أحب صوته، واليوم أعلنها على هو مباشرة، ترى ندخل يوتيوب واكتب فهد العيافي واستمع صراحة إلى إنشاده وفنه وشيلاته الرائعة. فهد مميز، ووالده ما شاء الله غني عن التعريف شايع العيافي، وعائلة كلها ما شاء الله مميزين. فهد أطربنا وامتعنا. لازم موال؟ والله أنا أحب الموالات. تبي شيء ثاني عندك جاهز؟ روح أخاني بعطيكم شيء ثاني. يلا روح. أنا خاف أعطيكم غزل يزعل على الشيخ. لا الشيخ قلبه غزل، خلنا نمشي. ها؟ إذا إحنا ما زين العشاء الغزل. تعالوا رد قلبي يا بعد حالي، ترى جرحي على خبرك، يا كيف تروح وتخليني لحالي، أبيك تقول وش عذرك، وأبيك تقول وش عذرك، أنا ما عاد فيني صبري الغالي. يا قوة قلبك وصبرك خذ كل وقت مني قبل تصفالي، وعن شبري قصر شبرك. وسلامتك. صح يعطيك العافية وصح صوتك ما شاء الله، ومع ذلك ما راح أروح منك، أبغى موال. أحلى غش. يا من هواه
يا من هواه وعزه وأذلني سلام كيف السبيل إلى وصالك دلني سلام أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت أنك لا تخون فخنتني وحلفت أنك لا تميل الله مع الهوى بسم الله ما شاء الله أين اليمين أين اليمين وأين ما عاهدتني لا أقعدن على الطريق وأشتكي وأقول مظلوماً وأنت ظلمتني سلامتكم سلام عليه شوف هو حسب الله على اللي ظلمه ما شاء الله هو ذكي شوف من أدائه وإتقانه الفني أنا اكتشفته لي لمسات بغى ينشز ثم إن شاء الله دخل في مقام ثاني بسم الله عليك سامي محمد هي موضوع هو يخص بسام عشق وزملائه سلمت بسام عشق بني خيك ماخذين من شركة ديفون سويت وراسلوني الإعلان الشركة هم والله ما دروا أن بسام عشق هو اللي جايب الأغراض هذه والترتيب هذا إيه؟ لكن يقولون رعاية لك في ليلة تختارها أنت أما بكرة ولا اليوم اللي أنت طول العمر الله الله ما شاء الله استاهل طيب الله لا يهينك أبو غازي الله يهينك تستاهلون جعلك في الوجود تستاهلون عيال والله ما سوينا شيء يعني ما خلونا عدم وعقبال إن شاء الله البقية في نجاحات قادمة نفتخر فيها كلنا بإذن الله طيب المفاجأة القادمة لأحد المتسابقين اللي أبغاكم الآن تسمعونا تحية قوية لا حرم من المفاجأة الأولى وها هو يتصدى لمفاجأة ثانية المتسابق سلمان بن ملهي تعال يا سلمان تعال 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 عندي وخلنا أنا وياك نشوف المفاجأة مع ضيوفنا ومع الشباب تفضل تفضل هنا تفضل والله لا لا بس اليوم روحك حلوة مرة جوك عليل اليوم يلا وين المفاجأة أعطونا التويندو ودخلوا علينا مفاجأة سلمان ومن هم يا ترى مشاعر ترى متلخبطة الحين مشاعر متلخبطة اي والله يلا شوف مين شفتهم مرحبا ما شاء الله تبارك الله ارفع الصوت ورحب مرحبا تعال تعال يا بداية مرحبا ارحب ارحب انا اشتقت بعد والله حتى انا اشتقتكم واجد مرحبا ومسهلا ارحبوا ارحبوا ترى راح يب المطر ارحبوا ارحبوا هذا زايد بن نصر الخالدي هذه بسوم الخالدي هذه لين الخالدي ارحبوا ارحبوا هذه لين هذه ابتسام هذا انا خالد يا مرحبا يا مرحبا منورين ومشرفينا والله يحييكم مرحبا ترحب بالمطر طيب تفضل يا سلمان هذه يلين وهذه ابتسام وهذا زايد ونعم ونعم فيهم الله يحفظهم ما شاء الله تبارك الله وبسم الله عليهم كيف حالك طيب طيب ما شاء الله يا قلبي انا ونعم 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 والله يشبهون خالهم راكان تبارك الله ما شاء الله لا يشبهون لي انا اقصد ما شاء الله تفضلوا هذه صديقاتنا الماس الجديده سلمان جيبهم عندي سلمان جيبهم ها جيبهم تعال ابتسام تعالوا هنا تعالوا ارحب ارحب خالص يلا يا شباب تعال يا سلمان يا احمد حليف احمد خلاص احمد
هذول اخواتي الصغار الله يرحم والديك. عندي اخوات بس هذول. شكرا من اخوك. شكرا الله يرزقك. تفضل تفضل جيبهم عندي. جيبهم سلمان تعال. تعالوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله. خلينا ننزل عندكم هنا. تحيه يا عيال. ما شاء الله تبارك الله. تعالوا هنا. تعال. شلونك يا ذيب؟ طيب. هذا زايد. زايد؟ بسم الله عليك. وتكسر خشمي. هلا انا خالد ترى سوي الوقت راسك. ابتسام ما شاء الله يا حلوهم يا حلوهم. طيب ابتسام شو اسمك؟ يلا سلموا على سلموا على سلموا على الضيوف سلموا على الضيوف تعالوا يلا سلموا على الضيوف تعالوا. كيف حالك؟ ابتسام وارجوان دليل ما ادري هذا مضيعني العزف كنترول من اللي بيكتب هذا واحد اسمه راكان تعرفه الله يهديه مرحبا راكان شو اسمك فهد راكان الشمري نعم مرحبا زايد من ناصر خالدي 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 ونعم ونعم من عريره الله في الغالي لا يلا تعالوا تعالوا عندي تعالي اسمك لين علي انا ما بسلم دين مرحبا تعالوا عندي ثاني هنا اسمحوا لي طيب نعم عشان اكون قدكم طيب تعال يا زايد تعال هنا تعال عندي هنا طيب انا جاني معلومه يا سلمان جاني معلومه زين اول شيء ابغى اسمع مشاعرك اليوم والله المشاعر انها متلخبطه والله اني صادق ابو عبد الله والله اني مشتاق لهم واجد تحبهم كلهم اكيد صدق اي والله من احب واحد ما في كلهم واحد واحد اثنين ثلاثة كلهم واحد عندي يحبك اكثر ولا يحبه ولا يحبه لا لا كلهم كلهم واحد كلكم كلكم ما شاء الله تبارك الله طيب انا جتني معلومه سريه سريه يقول ابتسام تعرف تقلد اللهجه المصريه واللهجه السودانيه صح لا سوريه اه شيء مصريه وايش مصريه وشو مصريه وسوريه مصريه وسوريه تعبير. يلا تكلمي تكلمي اللهجه المصريه خذ يلا اعطيني اللهجه المصريه كني شبتك ايوه ابتسام عاوزه ايه يلا تكلمي مش بدك شيء قلبتي سوري هذا من شو يلا يلا ارفعي صوتك يلا يلا تكلمي طب غني 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 يلا غني بالغني معك يلا تغنين الا لا بتغني يلا عادي عادي بعدين بعدين بتشوفين شكلك في اليوتيوب وانت تغنين تقول الله صوتي حلو ما شاء الله بعدين في المدرسه بعدين ارفعي راسك خلاص سوري الوقت كفو ها تبي تغنين يلا لين لين ايش تعطينا يلا غني لنا شيء يلا غني لا تمدد يلا ندخل جوله طيب غني تدخل معك جولات هي بالله فازت على بنت الزعيزي ما شاء الله هي وبسوم يلا غني عاد ايش فيهم تغلون تغلون انتم عاد لا وش نغني يلا نبدا يلا عطي شيء تعرفه وش نغني شيء عشان حد صار ها ما فينا بس تعالي بس سلمت الله لا يهينك يلا الله تعالي بس علميني ايش تغني ايش نغني يا لازم تغنون شيء يلا سريع ما عندي فكره نغني بابا جاب لي بالون يلا يلا غنوا مع بابا وجاب لي بالون يلا تعال يلا نغني يلا عيال عيال واحد اثنين ثلاثة بابا جاب لي بالون يا عيني يا عيني احمر اصفر اللون يا عيني يا عيني بابا جاب لي بالون يا عيني يا عيني احمر واصفر اللون يا عيني يا عيني يا سلام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله الله يحفظهم الله يحفظهم يعطيكم العافيه تفضلوا طيب طيب خلاص سريحوا يلا ابتسام روحي معهم الله يحييهم ونعيدهم بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ونقول ما شاء الله تبارك الله على الاطفال حبايب الرحمن الله يحفظهم يسعدهم يبارك فيهم واجعلهم قرة عين لأهلهم ووالديهم يا رب العالمين اجعلهم صالحين ومصلحين واجعلهم من حفظة كتاب الله هم وكذلك عيالكم أبنائكم بناتكم يلي تتابعونا خلف الشاشات طيب نبي نرجع لضيوفنا ونبغى نسمع منهم الجديد والمفيد والرائع والمميز فأنا أبي أروح لشاعرنا محمد التوم محمد أنا من الناس اللي يحب الإلقاء الارتجالي يعني انت امام في محفل كبير ايه وانت واقف الان لو تبيني اوقف معك تسلم في القاء القاء اللي تشوفها تبي القاء حماسي وطني او غيره من الاشياء اللي ممكن تشوفها انت مناسبه تلقى امام محفل فابغاك تقوم الان معي ابشر يلا ابشر تسلم تسلم بجيب لكم قصيده ان شاء الله حماسيه حماسيه بالقاء حماسي صوت عالي ابشر يلا يقول
يا جماعة علموني فالبشر والصاير، يا جماعة علموني فالبشر والصاير، والله ان صبري صبر حتى نفذ من صبره، طاح من عيني من اظنه رفيق مغاير، وما رحمت في مطيحه قمت اجهز قبره، ولا تلوموني اليوم ان صار دمي فاير، الزمن خلاني احد الرجل واختبره، لين صرت اميز الرجال على الطاير سالفه ثنتين لانني محدد شبره، لين صرت اميز الرجال على الطاير سالفه ثنتين لانني محدد شبره، ولا علي اعتبر رفيقي سالفه ثنتين لانني محدد شبره، لا اله الا الله، سالفه ثنتين لانني محدد شبره، اعتبر رفيقي الطيب سلاحنا ثاير، ولا علي من خبول الناس وش تعتبره، كان باح بسر صدري مثل سجن الحاير، ويبشر بمزبن ومنفذ طيب ينفذ عبره، هي انا اللي ما علي من الزمان الجاير، واعتبر نفسي انا اكبر منه ماني كبره، امتلك فكر اليانيشن وقام يعاير، خل غطوه مويت الصحه يقص الابره، بين نار في الضلوع وبين قلب ذاير، وعند صوت يعتريها الحزن نبره قال خاير، قلت انا والله ما كنت اخاير، لين خلاني زماني للوادم عبره، الضلوع فنود شجره تستثير الطاير، امنيتها كل من يكسر يحصل جبره، بس قولوا فالبشر وش فيك وش فيهم والصاير، ودي اعرف عن كثب واعرف وش الدبره، وسلامتك. سلام 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 عسانك صحة ابدانكم صحة ابدانكم، يعطيك العافيه ابو غازي، ولا فضفوك ولا فقدك محبوك، وفي الجنان اسكنوك الجميل صوت العذب. لبيك محمد، نبي نسمع حاجه حلوه اليوم، ما شاء الله في فعاليات، في تنوع، التنوع هذا مميز. انت تقول محمد، قلت عفوا فهد ضيعت كلكم واحد، ضيع بين اخوان مدن، وحنا وياك اخوان. فهد العيافي، نبي نسمع شيء. بيك يا محمد، اي وحده يا محمد؟ وصل على هاشمي، على السحب. هي وش بدايتها؟ لا تقول ابو محمد، لا تقول ابو محمد، مالي عيال وعزوبي، وينه محمد وانا ماني هناك ولا هني، قل علي ولا بلاش، ضقت قل لي يا الجنوبي، والجنوبي ما ذبح الا المسامح والحمية، ضاع عمري وانكسر قلبي وربعي غرب لوبي، وقفوا لي واخر المشوار بعثني شفيا، سلامتكم. يعطيك العافيه وما قصرت يا فهد، شكرا لك ولجمالك دائما يحضر معنا في كل لقاء. طيب هنا شيخ فلاح، بعض الناس الان ارسلوا على الجمعيه متبرعين مشاركين في وقف اليتيم بكة الخير تبع جمعية البر الخيرية بالجديدة، أقرأ بعض من تبرعاتهم، وهم صراحة هنا يقولون نتمنى من الحضور، واليوم الشيخ أنت تمثلنا جميعا، الدعاء، لأن عندهم مرضى فيريدون الله أن يشفي مرضاهم، وعندهم ناس يعني عندهم ابتلاء فيريدون الله أن يعافيهم. هنا عبيد العتيبي يتبرع بسهم ب 300 ريال، عبد الله القحطاني كذلك بسهم، يوسف الموسى يتبرع بسهم الوالدين اليوم 600 ريال تبع جمعية البر الخيرية بالجديدة، وعندنا كذلك مرام الخيبري بمبلغ كذلك سهم، نواف الشعلان يتبرع ب 1300 ريال جزاه الله خير، كذلك نوف الحربي بسهم 300 ريال، شعاع المطيري كذلك بسهم، وهنا دينا سعود بسهم، أم تركي بسهم 300 ريال، هيلا بسهم، نا 33 بسهم 300 ريال، وهاجر الحربي وعالية العتيبي وأمل عمر وفيصل عبد الله وأحمد العتيبي، وكذلك مشاعل الدوسري تتبرع بسهم ب 600 ريال، لما من قبلها بسهم 300 ريال، سهم 600 ريال هو سهم الوالدين، محمد الغامدي ب 300 ريال، وهنا أحمد المطيري يتبرع بسهم بنية شفاء ابنه،
ادعو يا شيخ لمن تبرع وشارك وانفق في هالوقف اللي يخص اليتيم تبع جمعيه البر الخيريه بالجديده، ولمن طلب الدعاء ولمن سيتبرع، نسال الله سبحانه وتعالى ان يستجيب هذه الدعوات الطيبات المباركات. وايضا حدثنا عن فضل الدعاء. اولا في امر مهم جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقه. فهذه من اعظم الصدقات، وهي من اعظم البركات اللي بيسوقها الله عليك بسبب تبرعك وصدقتك. واسال الله واسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاهم في الدنيا والاخره، وان يرفع قدرهم ويعلي شانهم ويجعل منزلتهم في عليين. اسال الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له شريكا في الملك ولا نديدا، ان يوفقهم لكل ما فيه خير، وان يجازيهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وان يوفقهم لكل ما فيه خيرا في الدارين. اما اتكلم عن الدعاء فانا اقول تراكمت في عبادة. كونك ترفع يديك وتدعو أن الله يوفقك أن الله يسعدك، وأن تدعو بأمور في الدنيا، تراك في عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة. والله تعالى ماذا يقول؟ يقول: ادعوني أستجب لكم. فالدعاء مستجاب. البعض يسأل يقول: يا أخي أنا دعوت لي بأمر معين ولم يستجيبها الله، من وين جبت أنت الدعاء مستجاب؟ أقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا ابن آدم ولم يدعو بإثم أو قطيعة رحم فإنه على ثلاث حالات: إما أن يستجيب الله دعاه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له يوم القيامة. فإذا دعوت إما أن يستجيب الله دعاك وهذا اللي أنت به، وإما أن يدخرها لك يوم القيامة. تجيك يوم القيامة تعجل لك حسنات ما فعلتها، فهذا بسبب دعائك. وإما أن يصرف عنك من السوء نفسها، بغت تصير عليك مصيبة، بغت تصير عندك فضيحة، عندنا بعض الأخطاء وبعض الذنوب، يصرف الله عنا الفضائح، يصرف عنا بعض الأمور، ترى هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بتوفيق الدعاء وتيسير الله أن الله يسر لك الدعاء. فلا تيأس وادعو، ولا تقول دعوت ولم يستجب لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا 3 سنين ولم يستجب له إلا بعد 3 سنين. يوسف عليه السلام دعا، قيل أنه دعا 10 سنين أو 7 سنين يوم كان في السجن، فلم يستجب له إلا بعد 7 سنوات أو 10 سنوات. فلا تيأس، وفقنا الله وإياكم. بارك الله فيك ويعطيك العافية، وشكرا لك شيخنا على المشاركة. طيب أنا أبغى واحد من الشباب اللي صوته زين أو شاعر يشرفنا هنا، نبغى اليوم يعني ميكس، وضيوفنا كذلك يستمتعون بحضور الشباب وإبداعاته. مرحبا مشعل القحطاني ومحمد آل دنعة، تفضلوا استريحوا وصح النوم وصح بدنك، منورين الدنيا يا حلالها. لو في هنا توقيف كان وقفناكم. طيب شباب المنشدين، وين المنشدين عندكم؟ ترى الشاب الصغير عبد العزيز عبد الرحمن الشمري. لا لا الصغير ترى يقولون صوته زين. من هو؟ زايد؟ ما ادري والله شو اسمه. اخو الرجال ذا، اخو الرجال اللي واقف الصغير ذا، جاتنا اشاعات بس مدري. اخوان عايض. اي نعم. حسام صوتك زين، تعطينا ولا شيء عندك قصيده؟ ها شباب ممكن توحدون الصوت؟ حسام عندك قصيده ولا مشاركه انشاديه؟ قل ما عندي سالفة. عندك الخير والبركة. صالح بلوي ما شاء الله، طلبت من شاعر كبير وأنت شاعر كبير. أبو غازي يا أخو صديق وشهادة متروحة، لكن أنا والله ودي إن الشباب يمثلوني. طيب صالح فهد 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 وقيس، أبغى من قصيدة وأبغى من عبد الرحمن شيلة ولا شيء يعطينا إياه. أبغاك هنا وأنت واقف الستيج، حنا نشوفك كأنك أمام الدكتور غسان. هو مر على الدكتور غسان. الله يبشر وبسعد. القاء ارتجالي. ابشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. امورك طيبة؟ يقول: من البارح افتل سبحتي واغرش بمركاي، من البارح افتل سبحتي واغرش بمركاي، وهو جاس يفلتني وهو جاس يمكنني، كلام بصدري يقطع القلب رايح جاي، واقول الخطا منهم واقول الخطا اني لمحت لفاعي في طريقي وكان مدايه، قصر خطايه واقصر الشر وثني، ولكني الزمها على اللي على يمناي، وانا ما نكبني غير قولت ولكني، فلا صاحب يبقى ولا خاطر النساي، ولا خنجر انحنت علي واستحت مني، خذاها الصديق اللي تعدى صدور عداي، وفكيت صدري له علشان يطعني، ابي طعنته بالوجه يكرم عن مقفاي، ولا مدري شلون كانها خيبت ظني، يقولون جار الوقت هذا وخذ بالراي، وذي ردها عنهم
وانا ردها عني انا ما مشيت الا على ديني ومبداي لو رجول خلق الله على الرزق عدني وانا عن عن وانا عن دروب ابوي لو تستمي لخطاي جمايله فوجي هالرجاجي ردني وسلامة الله 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 صح الله بدك صح الله بدك صح لسانك كبو كطيب بيض الله وجهك صالح دائما جزل وعذب عبد الرحمن ابغى شيء شعل الدنيا عارف عندك اسلوب حماسي في الالقاء الانشادي الشيلات يلا اطرب الناس وطيرهم ابشر بالسعد يلا شباب مع عبد الرحمن ابشر بالسعد يقول سلامي عليكم يا اهل العايد والذود سلامي عليكم يا اهل البيت غلاكم قديم وكل يوم يمر بزود وحبيت وايتكم على حب سواقه طبوع البدو من طيبه ما بها منقود ولدهم يجي سواقه والبنت سواقه سلامي عليكم يا اهل العايد والذود سلامي عليكم يا اهل البيت ورواقه غراكم قديم وكل يوم يمر بزود وحبيت آيتكم على حب سواقه اطبع البعد من طيبه ما بها منقود ولدهم يجي سواقه والبنت سواقه اجل ربي يخليك ما شاء الله تبارك الرحمن الله يصلحها اذكر الله يا جماعه ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يعطيك العافيه عبد الرحمن حماسي ومبدع شعللت الجمهور والحضور والجمهور فشكرا لك فهد الوقيس سلمان بن ملهي تعالوا عندي هنا لا انتوا وين سلمان مرحبا اين انت يا فتى تعال عندي لا لا تعال وحدك انت لازم تجيب العائله طلعهم حديقه انت طيب سلمان بن ملهي فهد الوقيس انتم سفراء الوقف لهالاسبوع اولا احنا نشكر جمهور المتسابق ومحبيه اللي تبرعوا لوقف بكة اليتيم بكة الخير تبع جمعية البر الخيرية الجديدة جمهور معجب القحطاني سمعونا تحية لهم يعني تبرعوا قبل يومين تقريبا ب50,000 ريال لهذا الوقف هذا شيء مو بغريب عليهم كتب الله أجرهم سلمان بن ملهي سفير الوقف 25,000 واحد و27,000 واحد من 300 ريال يكتمل وقفنا اللي هو تبع جمعية البر الخيرية بالجديدة وش تقول للناس وش في خاطرك لكل شخص يشاهدنا الآن تقدر الآن تساهم معنا في مثل هذا الوقف وقف خيري وقف ما راح يبقى لك في الدنيا فقط بيبقى معك حتى في الآخرة الصدقة تطبق غضب الرب تفتح أبواب الرزق تمنع عنك تدفع عنك البلاء ينقطع عمل المؤمن إلا من ثلاث من ضمنها الصدقة إذا مات ابن آدم انقطع ففي يوم من الأيام أنت بتمر من هذا المكان مثل ما قلت أنت سبق أبو عبد الله بتشوف هالوقف بتقول أنا في يوم من الأيام شاركت في مثل هالعمل صحيح خيري متفائل بكماله بثلاث جدا أنا أقول أنه ما راح يخلص البرنامج إن شاء الله إلا الوقف هذا مكتمل 300 ريال ساهم معنا واكسب الأجر وبإذن الله فالكم طيب يا رب فهد وقيص سفير الوقف الآخر وش تقول وهل أنت متفائل ترى 300 ريال 27,000 واحد إخواني وأخواتي لو شاركوا الآن كملنا وغطينا فرحنا اليتيم احنا متفائلين خير وكم زاد 38% ما شاء الله تبارك الله ان شاء الله انا متفائلين ما ينتهي الاسبوع ذا لو احنا زيد كملنا 30% زياده باذن واحد احد باذن الله ما دام انه في وطن امن ووطن يحب الخير وكل الشعب يجودون من جود الله لهم اهل الكرم سبحانه وباذن تصدق. الله لا ينقص مالا من صدقه بل تزده بل تزده بل تزده وانا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه هكفى اليتيم 300 ريال ما هي بشيء صحيح ورافق الرسول صلى الله عليه وسلم وسلامتك الله يعطيك العافيه وبيض الله وجهك وشكرا لكم
ما قصرت. شكرا سلام الله، وان شاء الله نفرح معكم مع الجميع ان شاء الله الاسبوع. شكرا فهد بسعادنا كلنا، يعني حتى اليوم ضيفنا شاعرنا الجميل محمد التوم جاء وعرف مشروع خيري فحضر بيتين جميلين لعمل الخير، لانه يعرف جيدا بانه الاوقاف هذه تدوم للايتام، وحنا ما نتكلم الا نعرف ونعي جيدا بان هالاوقاف تدوم باذن الله مئات السنوات، واحنا راح نغادر الحياه ولكن اثرها وايجابياتها وخيراتها باقيه الى قيام الساعه. فلننفق من الان، عندكم الباركود صوروه، ادخلوا الكاميرا صوروه، ادخلوا المتجر على طول، 300 ريال سهم الفرد، 27 واحد منكم يا اخواني واخواتي، تكفون تكفون تكفون، يقول تكفى ترى تكفى تهز الرجاجيل، لولا ظروف الوقت ما قلت تكفى. هذا عمل خير، عمل مو في مخباي انا ولا في مخبى الضيوف ولا مخبى الشباب، هذا عمل في عمل الخير وراح يدوم للخير. وانتم دائما لو جاكم واحد في بيتكم ولا انا ولا احد الضيوف وجو عندكم والله كرمتونا بالذبيحه والذبيحتين وبالالف وبالالفين والعشره، ليش؟ لانها كرامه ومواجيب. لكن اليوم كرامتنا اللي احنا نبيها ومواجيبنا احنا نبيها هالايتام اللي هم لازم نرحمهم، لانه لو رحمناهم رحمنا الله سبحانه وتعالى وادخلنا الجنه. ان جانا ضيف تعنينا وتعبنا وطحنا وقمنا حتى نكرمه، اليوم احنا نبغى نكرم الضيوف الله سبحانه وتعالى، ضيوف الرحمن، لان هم ايتام، الراحمون يرحمهم الرحمن، فارحموهم ب 300 ريال او اقل او اكثر. المهم لا تبخل، صدوا عن انفسكم وعن عيالكم وعن بيوتكم الحرائق وحوادث السيارات والكوارث، حتى الله يحميكم دام الله سخركم انكم تشوفون اليوم، فتسخروا عمل الخير لانفسكم، وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. والخير والله اني اعرف انه موجود في اي واحد في بلاد الحبيبه وفي الامه الاسلاميه، كثير ناس تواصلوا معي يبغون يتبرعون من خارج المملكه العربيه السعوديه، نياتهم يحترقون لان الوقت في مكه يقول اجور مضاعفه، فنبي نشارك ونحترق لاجل ان الموضوع في مكه واليتيم، فاحنا لا نتاخر يا اخواني واخواتي. تبرعات هنا الان وصلت في متجر الجمعية ترى عن طريق الأبل بي، لو تدخل حسابي في تويتر تدخل الرابط في 10 ثواني تتبرع، الباركود في 10 ثواني تتبرع، تطبيق الراجعي تروح لجمعية جمعية تبر الخيرية الجديدة، ثم تكتب وقف اليتيم، مكتوب وقف اليتيم في الأيقونة اضغطه تتبرع، رقم الحساب موجود الراجحي وغيره من البنوك الأخرى عن طريق الآيبان تقدر، كل هذه سهلة في دقيقة ولا 10 ثواني. عبد العزيز حسن ب 700 ريال الله يكتب أجره، سامح سالم الآن يتبرع ب 500 ريال، عبير ام تتبرع الان ب 100 ريال، كذلك التبرعات هنا كثيره، وموسى زيلعي كذلك ب 1000 ريال، عيسى مزنه الان تتبرع 100 ريال، وكذلك وفاق كذلك القرني او وفاء القرني تبرع ب 100 ريال، علي حمد 300 ريال، هادي العنزي 300 ريال، وغيرها من التبرعات من هيفاء وهيله سليمان وصفوان الغانمي وامل كلهم بسهم الفرد 300 ريال. أسأل الله أن يكتب أجركم وأن يجزاكم خير على ما تقدمون في عمل الخير، وبإذن الله متفائلين بأن الوقف أنتم اللي بتكملونه. الله يقول ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني، الله غني عنا وأنتم الفقراء، احنا اللي محتاجين الله، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ترى احنا بنروح ما نتبرع بيجي ناس يتبرعون، لا أبيك اليوم أنت تتبرع، والله يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فأنت اليوم تقدم بعمل الخير عنك وعن والديك، وأهدم الهدايا المباركة، والجمعية تعطيكم بطاقة إهداء قدموها لمن تبون عن طريق رقم الواتساب الموجود أسفل الشاشة. كل الشكر لضيوفنا محمد التوم، شرفتنا وأمتعتنا، وكان لقاء جميل وممتع. فهد العيافي بيض الله وجهك، شيخنا فلاح العاصمي، وش تبي تختم في نص دقيقة شيخ فلاح؟ رسالة من الخاطر ومن القلب. أبي أختم في شيء واحد مهم جدا يا الربع، وأرجو أنكم تسمعوني يا شباب، هذا الكلام يخصكم قبل لا يخص أي ناس. ترى وأنا أخوكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين حق، ولو كان شيئا سابق العين لا، ولو كان شيئا سابق القدر لسبقته العين. الآن بعض الناس يقول أنا أتضايق، أنا أتعب، أنا يجيني هم، أنا ترى أذكار الصباح والمساء لا تظن أنها الصفحتين هذه كاملة لازم تقولها، لا لا، أنا اليوم بجي بخفف عليك بس حافظ عليها، اقرأ آية الكرسي آخر آيتين من سورة البقرة، المعوذات ثلاث مرات، تكفيك من كل شر ومن كل حاسد ومن كل مبغض لك ومن شياطين الإنس والجن، حافظ عليها بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر،
اقرأ آية الكرسي، آخر آية من سورة البقرة، المعوذات ثلاث مرات، وتكون حفظاً وحصناً لك حصيناً بإذن الله من كل شيء. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. آمين رب العالمين. فهد العيافي، ايش تقول في الختام؟ الله ليهنيك أبو عبد الله. الصراحة أن اليوم تشرفنا بأخواننا كل أبوهم، خصوصا أنا اليوم فرحان لموطن ما شفت سلمان بس جهز شيء وداعي وحنا ماشيين. محمد التوم ما راح أبغى بيتين يعني في الأخير نختم به، وش بيقول شاعرنا الجميل؟ يقول: ما يخلف الكفو نهجه لو يطول الطريق، ما يخلف الكفو نهجه لو يطول الطريق، وأسلوبهم وحده محضر ولا بدو يوم الضعيف علدنا شي دايم يضيق، ومن رافقه عاش بزمه ما يعيش بهدو ولا وسيع البطال يعيش معها الرفيق، وشوفه الشدة ظروفه من الله هدو. والله يا كم واحد كنت أحسب أنه صديق وتدور الأيام وتبين لي أنه عدو. سلام يا سلام يا سلام. طيب شباب، أطلب منكم طلب، نبغى صورة جماعية، ممكن تجون عندنا هنا ولا نجيكم مع ضيوفنا اللي مشرفين لنا هنا؟ هذا تفضل. هذا لوكيشن، هذا كويس. ايه خلاص نجي هنا زين. صورة جماعية يلقطها لنا مخرجنا الجميل حسين ورفاقه الشيخ فلاح فهد. الله يبقيك. تعال واحد يجي. يلا الله يبقيك. طيب يلا يلا آخر شيء يلا شباب، هنا هنا صغار صغار، تعال هنا خلاص نختم. يلا نختم خلاص، صورة جماعية ونختم. يلا تعال تعال هنا دنعة، تعال هنا عايد الأخوان عايد، تعال هنا تعال هنا. يلا مصورنا، يلا هذا مصور وصل، قرب شوي قرب شوي شيخ فلاح. يلا ثري، يلا شباب ركزوا على المصور محمد شريف، يعطيك العافية. شكرا لكم، شكرا شكرا، بيض الله وجهكم. وين يلا مشينا خلاص، معك يوكس وين معكم بكج الموضوع. يلا شيخ فلاح محمد نجمنا فوق علي، مرحبا كل غالي، مرحبا كل غالي، كم نجوم صانعنا وخدموا مجتمعنا، نجتمع ما افترقنا واضحين بهدفنا، كم نجوم صانعنا وخدموا مجتمعنا، نجتمع ما افترقنا واضحين بهدفنا. يا الثاني من هو؟ هذا البرنامج برعاية